بسم الله الرحمن الرحيم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إن مباركا وهدى للعالمين.
لم تصدون عنه